بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. مع الدرس الثاني، حروف الهجاء المركبة. حروف الهجاء المركبة، حروف الهجاء المركبة. طيب، ننظر إلى التنبيهات. رقم واحد، هذه التنبيهات للمعلم. يتعرف الطالب على شكل الحروف في أول الكلمة ووسطها وآخرها، وهذا هو المقصود من هذا الدرس. يعني نعرف شكل الحرف، مثال حرف اللام كيف يكون هو في وسط الكلمة وكيف يكون في نهاية الكلمة، حرف النون كيف يكون في نهاية الكلمة وفي وسط الكلمة، أو حرف الباء أو حرف الثاء أو الجيم أو السين، أي حرف من الحروف ربما يتغير شكله حسب موقعه في الكلمة كما يتبين معنا في هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. رقم اثنين، قراءة الحروف كالحروف المفردة. مثال يعني لام ألف وليس لا، أو باء لام باء وليس بلب. يعني مش هنقول كده، حينما نقرأ الآن هذه الحروف نقول لام ألف لام ألف باء ألف، مش هنقول لا ولا باء، أو نقول كاف كاف باء، مش هنقول كب، هكذا تقرأ كأنها كلمة، وإنما تقرأ كالحروف مفردة، لأن هذه كلمات أولا لا تؤدي إلى معنى، هي حروف فقط مشبكة حتى نتعرف على شكل الحرف في وسط الكلمة وفي أول الكلمة وفي نهاية الكلمة إن شاء الله تبارك وتعالى. رقم ثلاثة، ترديد الطالب خلف المعلم حرف حرف ليتعلم النطق الصحيح. رقم أربعة، مع الطفل الصغير أو المبتدئ لا يعطى هذا الدرس جملة، يعني مش ياخد الدرس ده كله مرة واحدة، هذا الدرس ربما يكون صفحتين ويزيد عن صفحتين كمان، لكن الدرس يعني يأخذ الطالب رويدا رويدا كده ثلاث أسطر أو خمس أسطر حتى يتقن الحروف تماما إن شاء الله تبارك وتعالى. والآن مع التهجي، وهذا التهجي أو هذه القراءة لهذه الحروف للجميع، للمعلم وللطالب إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن قد يشترك في هذه الدورة من هو يريد أن يكون معلما وكذلك من يريد أن يجيد التلاوة والقراءة إن شاء الله تبارك وتعالى. الدرس الثاني، حروف الهجاء المركبة. حروف الهجاء المركبة، ألف لم ألف لم ألف باء ألف لام ألف لام لام ألف لام حاء لام حاء لام حاء لام ألف باء لام باء باء لام باء باء لام باء باء لام باء كاف 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 كاف. ننظر للحرف الكاف كيف تغير، كاف 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 باء كاف باء كاف باء كاف باء كاف باء كاف ألف كاف ألف باء كاف تاء باء كاف تاء تاء كاف ثاء تاء كاف ثاء تاء كاف ثاء باء تاء ثاء نون ياء باء ألف باء ألف باء ألف نون ألف نون ألف نون ألف تاء ألف تاء ألف تاء ألف ياء ألف ياء ألف ثاء ألف ثاء ألف ثاء ألف ثاء ألف ثاء ألف باسين باسين ياسين 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 نون سين تاسين ثاسين 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 ثاء جيم ثاء جيم ثاء جيم تاء حاء تاء حاء نون خاء نون خاء نون خاء ياء حاء ياء حاء ياء حاء باء جيم باء جيم باء جيم
ياء ميم، ياء ميم، باء ميم، نون ميم، تاء ميم، ثاء ميم، ثاء ميم، ثاء ميم، باء ياء، ياء ياء، نون ياء، تاء ياء، ثاء ياء، ثاء ياء، ثاء ياء، نون باء لام، نون باء لام، تاء نون لام، باء ياء لام، ياء تاء لام، ثاء ثاء لام، ثاء ثاء لام، ثاء ثاء لام، نون باء نون، نون باء نون، نون باء نون، باء نون نون، باء نون نون، باء نون نون، باء نون نون، ياء تاء ياء نون، تاء ياء نون، تاء ياء نون، ياء تاء نون، ياء تاء نون، ياء تاء نون، ثاء ثاء نون، ثاء ثاء نون، ثاء ثاء نون، ثاء ثاء نون، جيم، حاء، خاء، حاء ثاء، حاء ثاء، حاء ثاء، حاء ثاء، حاء ثاء، خاء باء، خاء باء، خاء باء، جيم تاء، جيم تاء، جيم تاء، تاء حاء تاء، تاء حاء تاء، تاء حاء تاء، ياء جيم باء، ياء جيم باء، ياء جيم باء، باء خاء تاء، باء خاء تاء، تاء هاء، باء تاء، ياء هاء، تاء هاء، تاء هاء، تاء هاء. ننظر إلى الهاء كيف تغيرت هنا، تاء هاء، تاء هاء، نون تاء، كذلك التاء تغير شكلها، نون تاء، نون تاء، هاء، ياء هاء، باء، باء هاء، ألف، باء هاء، ميم، دال، ذال، جيم دال، خاء ذال، راء زاي، زاي، جيم راء، جيم راء، جيم راء، جيم راء، جيم راء، خاء زاي، خاء زاي، راء زاي، ياء راء، ياء راء، تاء زاي، تاء زاي، سين، 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 شين، 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 سين لام، سين لام، سين لام، شين لام، شين لام، صاد، 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 ضاد، 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 طاء، 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 ظاء، ظاء، صاد، باء، صاد، باء، صاد، باء، طاء، باء، طاء، باء، طاء، باء، ضاد، ألف، ضاد، ألف، ضاد، ألف، ظاء، ألف، ظاء، ألف، ظاء، ألف، عين، 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 غين، 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 همزة، همزة، عين زاي، عين زاي، عين زاي، غين راء، غين راء، غين راء، غين راء، صاد عين، صاد عين، صاد عين،
ضاد غين ضاد غين ضاد غين باء عين دال باء عين دال تاء غين ذال تاء غين ذال تاء غين ذال همزة 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 حينما تضع الهمزة على الألف تنطق همزة 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 فاء 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 قاف قاف من حروف الاستعلاء قاف قاف واو قاف واو قاف واو قاف واو فاء واو فاء واو فاء قاف لام فاء قاف لام فاء قاف لام قاف فاء لام قاف فاء لام قاف فاء لام ياء فاء ياء فاء ميم 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 حاء ميم حاء ميم لام ميم لام ميم لام ميم تاء ميم تاء ميم تاء ميم تاء ميم تاء 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 إن شاء الله بعد الانتهاء من الدرس الثاني والثالث يعني الحروف المركبة والحروف المقطعة التي ستأتي معنا الآن يجب أن تكون لدى الطالب القدرة في معرفة وتمييز أي حرف من حروف القرآن من غير تردد فمثلا قوله تبارك وتعالى عما يتساءلون بداية سورة النبأ يقرأ الطالب بالسورة التالية بلا تردد يعني عين ميم ياء تاء سين ألف همزة لام واو نون يعني يقرأ كالحروف المفردة أو يستطيع أن يميز ويعرف أو يتعرف على كل حرف من الحروف الهجائية إن شاء الله تبارك وتعالى في أي كلمة في القرآن الكريم أو خارج القرآن الكريم إن شاء الله تبارك وتعالى.